النجم الساحلي. وبنشكر طبعا وكل يوم هقولها معالي السفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس. ارجع لكابتن طلعت يوسف نجم مصر ونجم نادي الاتحاد والمدير الفني لفريق اهلي طرابلس. كابتن طلعت مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، اهلا يا محمد، تحياتي ليك ويحشني كتير وهارد لك يا كابتن. المباراه الاخيره يعني كنا متوقعين الامور تبقى افضل من كده، ولكن طبعا هي كره القدم يعني بطوله قويه، بطوله بتواجه فيها بعض الفرق القويه، فبالتالي كابتن طلعت يوسف ادى ما يعني ادى دور كبير جدا في الوصول لهذه المرحله. كابتن طلعت الحمد لله، يعني ما في شك ان هي بطوله يعني بتشهد وجود النخبه في افريقيا واول مشاركه للنادي الاهلي اللي طرابلس في هذه البطوله، وفي ظل الظروف يعني اعتقد الكل بيعلمها وصولنا لهذه المرحله ما في شك ان هو شيء جيد، ما اقدرش اقول انه انجاز، انما اقول ان هو شيء جيد ومقبول ومرضي بالنسبه هو مرضي كمان هنا في ليبيا، يعني ردود الافعال هنا حتى بعد رجوعنا كانت جيدة جدا جدا، فالحمد لله يعني الحمد لله. طيب كابتن، يمكن حضرتك لعبت الفريق، طبعا احنا هنتكلم مع حضرتك شوية عن فريق النجم الساحلي، يعني خصوصا ان حضرتك طبعا مدرب مصري ويهمك طبعا ان النادي الاهلي يبقى موجود في النهايه، كل المصريين يهمهم طبعا فريق زي الاهلي. يعني نقاط القوه والضعف في فريق زي النجم الساحلي يقدر ازاي يستغلها النادي الاهلي كابتن طلعت؟ بدايه بس قبل ما نتكلم انا هتكلم باختصار وفي نقاط، انما خلينا نقول انه يعني حسام اقدر على انه هو في ظل رؤيته لقدرات فرقته وامكانياتها وطريقته في توظيفها، هو اقدر على انه هو خصوصا انه هو تابع فريق النجم، وانا عارف انه هو طبعا شاف ماتشنا معاهم الماتشين بتوع اسكندريه وبتوع سوسه، فاكيد هو برضه حاطط ايده على نقاط القوه والضعف، لكن من خلال المشاركه العمليه صحيح معهم بالنسبه لي صحيح يعني هم عندهم على مستوى الشق الهجومي عندهم جبهه الرايت النجاز الباك رايت يعني الى حد كبير متميز في اداء الادوار الهجوميه، لكن اكيد الكلام ده على حساب الشق الدفاعي، يعني واذا اتكلمنا عن النجاز فاحنا بنتكلم عن الجبهه اللي فيها معلول ومعلول كمان يعني اسلوب ادائه الى حد كبير بيغلب عليه الاداء الهجومي، يعني فالجبهتين دول اكيد محتاجين لرؤيه خاصه من حسام وكيفيه تنظيمها، ومين اللي ممكن يساند في الشق الدفاعي ومين اللي ممكن يساند في الشق الدفاعي مع معلول، لانه 70% من مفاتيحهم الهجوميه في هذا الشق في هذا الجانب، يعني بالاضافه لمنطقه نص الملعب، يعني منطقه نص الملعب برضه بتشهد مجموعه من اللاعبين ذات خبرات وقدره على رؤيه الملعب والحركه بدون كره، نسبة الميس باس عندهم إلى حد كبير قليلة. نقاط الضعف اللي قد تكون موجودة على مستوى الدفاعي، أعتقد قلبي الدفاع يعني والاختراق من العمق قد يكون في ظل وجود عناصر مهارية في النادي الأهلي، أعتقد أن هو برضه ممكن يكون مفتاح من المفاتيح اللي ممكن النادي الأهلي يوصل لها المرمى. طيب كابتن، يعني من خلال برضه زي ما حضرتك بتتكلم على المشاركة العملية أمام النجم ورؤيتك لمباراة الأهلي والترجي يمكن كان قبلكم بيوم يا كابتن، بتشوف أن هل في تشابه في أداء الترجي مع النجم ولا الأداء مختلف ما بين الفرقتين يا كابتن؟ لا في إلى حد كبير في، وإن اختلفت القدرات لصالح الترجي عشان برضه نبقى واضحين. الأفضلية للترجي يا كابتن مفيش كلام، مفيش كلام، الأفضلية للترجي على جميع المستويات يعني. والترجي يعني متربع في تونس على يعني مصنف على انه الفريق الافضل في تونس في الوقت الحالي يعني. لكن هناك تشابه كبير في اسلوب الاداء. تشابه كبير في اسلوب الضغط، يعني هم عندهم الضغط في منطقه نص الملعب عند فخذ الكره الى حد كبير عالي، واسلوب الكره التونسيه بشكل عام. هناك تفاوت في القدره ما فيش شك، لكن هو اسلوب يتبع حتى فرقه النجم بتتبعه يعني، لكن في فوارق في القدرات، يعني القدرات الهجوميه اعتقد ان هي صالح الترجي، وان كان وجود يعني ما في عندهم الفرود البرازيلي هو ما لعبش الماتش بتاعنا لانه كان موقوف، ما اعرفش هو متاح له انه يلعب ولا لا، لكن حتى في ظل عدم لعبه عمرو مرعي مهاجم متحرك مزعج محتاج الى رقابه مزدوجه، محتاج ان هو ما تتسبلوش مساحات لانه هو كمان عنصر السرعه عنده عالي شويه صحيح،
عكس المهاجم البرازيلي يعني هو بطيء شويه لكن بيتميز بالقوه وقوه والقامه الطويله وبالتالي تعامله مع الكرات الحاده ما اعتقدش ان هو هيلعب بالاثنين يعني صعب جدا ان هو يلعب بالاثنين لكن ده له مميزات وده له مميزات، ده له اسلوب في التعامل وده له اسلوب في التعامل. صحيح. طب كابتن يعني السؤال الاخير لحضرتك تتوقع بقى من خلال وجودك كمدير فني على مستوى عالي ومواجهتك لهذا الفريق وعلمك بالكامل بفريق النادي الاهلي، مباراه تشوفها رايحه فين يا كابتن؟ لا اولا انا اتمنى من كل قلبي ان النادي الاهلي مفيش كلام واتوقع في ظل القراءه النظريه للقدرات والامكانيات والخبرات مفيش شك ان الكفه يعني بتتجه الى النادي الاهلي. ولكن انا دايما اقول انه المقارنات النظريه قبل المباراه شيء والتعامل خلال ال 90 دقيقه وتركيز اللاعبين داخل الملعب وخروج كامل امكانياتهم البدنيه والفنيه خلال ال 90 دقيقه هي اللي بتحسم اللقاء. صحيح يا كابتن. ممكن هو النادي الاهلي افضل، بص يعني من واحنا بنتكلم كده لا النادي الاهلي افضل. لكن ترجمه هذه الافضليه داخل الملعب شيء اخر. يعني النادي الاهلي افضل لكن ممكن خلال المباراه النادي الاهلي يطلع 70% من قدراته، والنادي النجمي يطلع 90% وهو اقل فتلاقيه يتفوق. صحيح. فالتيم اللي هيقدر يستنفر كل طاقاته وكل امكانياته وقدراته الفنيه والبدنيه ما فيش شك ان هو هتكون له الغلبه، لكن تاني بقول لك نظريا وفي ظل قراءه للامكانيات الموجوده ما بين الفرقتين ان شاء الله النادي الاهلي يتفوق ويقدر يوصل. ان شاء الله يا كابتن. كابتن طلعت اخيرا بقى قبل ما اسيب حضرتك واشكرك، يعني كابتن طلعت مكمل في اهلي طرابلس ولا في حاجه في مصر ان شاء الله قريب؟ لا هو في مصر يعني حاجتين، لكن انا مرتبط لحد بيفترض يعني عشان اكون صريح يعني بيفترض انا مرتبط لحد نهايه 2017 لحد شهر 12 الا اذا جد جديد، لانه خليني اقول لك يا محمد ان الامور هنا متقلبه شويه. انا بتكلم على المستوى الكروي بعيدا عن الشق الامني يعني. طبعا لو في اي تطورات امنيه غير مريحه يعني ثاني يوم هكون في مصر، ولكن انا بتكلم على الشق الكروي. الامور هنا المزاج متقلب وسريع جدا جدا، يعني انت في ممكن في مباراه تطلع السماء وبعديها في مباراه اخرى الامور تنقلب. فاذا الامور مشيت بشكل طبيعي وانا كنت مستريح هكمل لنهايه 12، إذا حدث عكس ذلك ما فيش شك إن أنا مش بكمل. ربنا يوفقك كابتن طلعت، يعني حضرتك من المدربين اللي على مستوى عالي صراحة الواحد بيستمتع بيه، أنا واحد من الناس اتمرنت مع حضرتك، يعني حاجة محترمة جدا في الكرة المصرية كمدرب ومدير فني وكلاعب أيضا كان سابق طبعا فريق نادي الاتحاد، نجم كبير كابتن طلعت يوسف والمدير الفني لفريق أهلي طرابلس. يعني كل التوفيق زي ما سمعنا كده كابتن طلعت يوسف من خلال مواجهته لفريق النجم الساحلي، ويعني القوة نقاط القوة والضعف بالنسبة له بيقول الى حد ما نظريا النادي الاهلي هو اللي ممكن ينهي او يعني يبقى جزئيه الفصل في هذه المباراه متجهه للنادي الاهلي، لكن طبعا الكوره ما فيهاش كده، الكوره ده طبعا فريق ده استاد اللي هيتلعب فيه المباراه الاهلي والنجم الساحلي، طبعا زي ما انتم شايفين كده جماهير النجم الساحلي عامله ازاي، يعني اكيد مواجهه هتبقى صعبه جدا نتيجه طبعا وجود جمهور زي جمهور النجم الساحلي، احنا ايضا عندنا جمهور هنا في مصر هنا هتبقى موجودين بشكل واستنفار كبير جدا لجمهور النادي الاهلي في مباراه العوده ان شاء الله بامر الله. لكن عايز اقول لكم زي ما بيقول كابتن طلعت يوسف المباراه متجهه للنادي الاهلي، لكن لازم الاجتهاد ويبقى في تركيز شديد بنفس الاسلوب اللي كان حصل في مباراه الترجي. كامل التوفيق لفريق النادي الاهلي. قبل ما اروح واستقبل ضيفي استاذ عمرو سعيد رئيس نادي الصيد اقول بس خبر اخير بخصوص طبعا المشكله اللي حصلت او الكلام الاستثار حوالين مشكله صالح جمعه وكابتن حسام البدري، طبعا كابتن سعد حفيظ بيتكلم ان الموضوع ده ما حصلش وكلام وهمي بالنسبه للي طلع الموضوع ده. طبعا كل ما انت بتنجح بتحاول الى حد ما او تلاقي او وقت من الاوقات تلاقي الناس مش عايزينك تنجح عايزين يوقعوك بشكل كبير، انت بتقترب بشكل كبير جدا من نهائي افريقيا فلازم يوقعك، يعني دي نقطه غريبه جدا. انتوا مع مين؟ انتوا مع مصر والنادي الاهلي ولا انتوا عايزين تكسروا في النادي الاهلي؟ دي حاجه غريبه جدا من اي واحد ممكن يطلع كلام عن مشكله مش موجوده اصلا. فبالتالي كابتن سعد حفيظ بينفي هذا الموضوع بيقول من يعني سواء بقى قريب او بعيد مفيش اصلا حاجه زي كده، وكابتن سيد بيشيد طبعا وكنت قلت الخبر ده بالتزام اللاعبين في معسكر
تونس زي ما بقول لكم كل التوفيق، تركيز عالي جدا من اللاعبين، هدوء، ثقه بالنفس، كل ده موجود عند لاعبين النادي الاهلي عشان المباراه القادمه مش سهله. مباراه انت بتلاعب فريق في دور قبل النهائي وفريق تونسي، فريق مميز جدا عنده جمهور كبير، فبالتالي حته التركيز والثقه بالنفس موجوده، كل اللاعبين بيحبوا بعض، وزي ما بقول لكم طول ما احنا كده ما حدش هيبقى يقدر يخترقنا تماما. يعني دي كانت اخر كلمات قبل ما اطلع لفاصل واستقبل ضيفي استاذ عمرو سعيد رئيس نادي الصيد، وكلام كتير جدا عن بعض الامور الخاصه طبعا بنادي الصيد وقرار رجوعه لنادي الصيد طبعا كرئيس من خلال طبعا حكم قضائي. هروح لفاصل واستقبل الاستاذ عمرو سعيد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة افريقيا بين العملاق النادي الاهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. شباكة افريقيا، مبروك مبروك مبروك، لقاء تحكيم الارقام القياسيه.